هل برايم النجوم بلا حدود رح يحمل القلوب العامرة بالمحبة لعالم الخير؟ لو أنا مشترك ممكن أكون فئة الأكل، فئة التكنولوجي والساينس، فئة السفر، طبخ. بحب الطبخ كتير، بختار فئة الطبخ لأنه بطبخ وبيشوفوا يعني كل اللي بيتابعوني أني بعمل فيديوز بالمطبخ أنا وعم بعمل أوقات حلو. أنا بحب المطبخ. عن أي فئة بفوت غير فئة الغناء؟ طبخ لا، جرافيتي لا، شوفي يوغا لا، ما بعرف شي عن هيك. شوفي فتنس لا، بنوب يعني شو؟ سفر وسياحة يعني الأنسب. وشو كمان بعد عنا؟ بيوتي وهيك لا ما خصني كتير. طلعت هيدا الأسبوع ما كان عنا بس تحدي واحد، كان عنا تحديين، والتحدي التاني كان إنه نعمل فيديو كليب عن عمل الخير. هالأسبوع سوينا شيء مختلف على الكل، سوينا أغنية، فيديو كليب، غناء، تلحين، كل شيء من الصفر إلى الفيديو كليب. حاولنا في تصوير الفيديو كليب إننا نصور كده في مكان مبهج كده وحلو ومليء بالألوان، وده اللي عملناه. روحنا مكان أو زقاق كده، ألوان كانت فيه فاقعة، كان فيه جرافيتي كتير على الجدران. وبعد كده طبعاً كملنا الباقي في أنتورب. مع أنه كان عنا كتير ضغط، جربنا هيك تايوان كلنا سوا، جربنا نعمل هيك عمل حلو. التجربة كانت حلوة لأن أول مرة كلنا نشتغل على فيديو واحد أو على مشروع واحد، كلنا حاولنا ننسق جهدنا، وطبعاً أني البرودوسر اللي بدون فلوس بس برودوسر، كنت أتابع الكل وأحاول أنسق وقتي وأنسق وقتهم على مود يطلع فيديو حلو ومهضوم. تجربة أن كلنا اشتغلنا مع بعض على فيديو كليب واحد كانت تجربة بزاف شابة. هل نعيدها؟ لا، لأنه اختلفنا شوية بزاف، بس it was fun. أكثر واحد ما كانتش فارقة معه أبداً نظن جنان، بما أنها ما كانت أصلاً حابة الكلمات الأغنية فمو فارقة معها إذا صورنا ما صورنا عادي. واقتباساً لكلمات جنان، شو هالغنية الهابطة؟ أنا جربت قد ما في أكتب كلمات حلوة ونخلي هالعمل يكون مو أنه هيك كيف من كان، فكتبت كلمات لها معنى وفيها رسالة، بس هن رفضوا باقي المشتركين، فهن قرروا انه تكون الكلمات كثير بسيطة، وانا اعتبرتها انه بسيطة لدرجة انه تكون هابطة، فقلت انا ما دخلني اكتبوا انتوا لكان، بس انا شاركت بالعمل، شاركت بتمثيل الكليب، كان الجو حلو، انبسطت بالتصوير انا. انا تعبت عليه اكثر واحد لاني كتبت فيه كلمات ولحن طلعت فيه، وفي الاخراج تعبت كثير وفي المونتاج، فأنا أكثر واحد تعبت فيه. الفيديو كليب بتاعنا أنا راضي عنه جداً 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 لأنه بيمثلني كوميدي. كانت مهضومة تجربة الفيديو كليب، وأكثر شيء حبيته وقتها كنا قاعدين على الدرج وهيك وحتى طيرنا الألوان، فهون حسيت حالي كثير هيك انبسطت. وكانت تجربة غريبة يعني، كانت شوية فيها مشاحنات وفيها اتفاقات، يعني عبد الرحمن وشراشد دائما يتضاربوا، كانوا متحدين بشكل غريب، بس بشكل عام يعني كانت روح صنع الفيديو جميلة جدا، يعني كلنا استمتعنا وانبسطنا في الغناء مع بعض. الشيء الفخور فيه هو شهادة الماجستير وشهادة البكالوريوس. فخور بحب الناس. أنا فخور إنه روميتي هو نور الدين. كتاب اللي بضم بداياتي في حضرة النجوم. بلاقي حالي بعد 5 سنين محققة كتير إنجازات. يوتيوبر معروف أو شخصية معروفة في مصر. بعد 5 سنين أشوف نفسي بوزيشن أكبر بالشغل ويوتيوبر مشهور. بتوقع أكون في بيتي مع زوجتي.
يا إلهي. ما أقدرش أعيش من غير والدتي. الشيء اللي ما أقدر أعيش بدونه هو الهوى. ما فيني أعيش بلا قراءة الكتب. الشيء الوحيد اللي ما أقدر أعيش بدونه هي والدتي. لا، السليبرتي كراش تبعي هو وائل منصور. درو باريمور. الكاتب جيوم ميستر، كثير بحبه. أول حاجة باخد بالي فيها في البنت، استغفر الله العظيم، طولها، الكتب اللي بتقراها، عيونه، فراسة الوجه، فوراً بلش بالتحليل. أكثر شيء أحبه بحالي هو شخصيتي. حب الاكتشاف كثير بالعلم. طيبة قلبي. أكثر حاجة بحبها في نفسي حرف السين. الشيء اللي خليني أكون مبسوط هي مشاهدة فيديوهات نور. كل ما قرأت كتب أكثر وكل ما زادت الثقافة. الشيء بيخليني مبسوط هو خطيبتي. إن أشوف الناس بتضحك بسببي أو بتبتسم بسببي، وده نادراً طبعاً، فبكون مبسوط. أنا ما في إنسان بيلهمني، بيلهموني النجوم وبيلهمني الموسيقى وهيك الأشياء الغير حرية. أحمد أمين في التلفزيون ومحمود بكر في أصحاب. اللي بيلهمني هو وائل منصور، مخرج ستانلي كوبريك. لو فيها غير اسمي بيكون وائل منصور. ممكن اسمي نفسي بهيك بدري مثلا، لما حد يقول لي انت مين، اقول له انا بهيك بدري. اذا فيني غير اسمي بيكون اسمي مياسين. اسمي نفسي طوني. نفسي اعيش في مصر قريب من وائل منصور. بفلورنس ايطاليا. حاب اعيش بكوكب فينوس. اي مكان يكون في وسط المي. اذا التقي باحد التقي بمايكل جاكسون رحمه الله عليه. لو في التقي بشخص هو بيكون ابراهيم الكوري لانه وحشني. لو انا نفسي اروح مكان دلوقتي، نفسي ارجع مصر، اروح لعمان، بسافر السعوديه، سافر على دبي. لو نفسي اغير حاجه في نفسي اغير عصبيتي، لان انا بتعصب بسرعه. العضلات عشان يصير زي عبد الرحمن. اذا اغير شيء فيا اضعف. احب حالي مثل ما انا، لانه انا مرحله التغيير كثير تخطيتها من زمان بالبرمجه، ضليت 3 سنين عم اشتغل على تغيير الشخصيه، فانا هلا مثل ما انا. العمر اللي انا حابب اكون عليه طول عمري 30، لانه بيبقى ما بين الشباب وما بين العقل. انا بحب عيش العمر كل سنه بسنتها. بتوقع بما اني بزداد وسامه لما يزيد عمري، بتوقع ب 35. اختار 30. اليوم البرايم الثامن، يعني ثامن مرة نطلع على الستيج، ثامن مرة نقدم فيديوهاتنا، وصراحة بعد الشعور كأنه أول مرة. كلنا قبل بالريهرسلز وقبل اللايف نكون متحمسين وهيك، بس لما توصل لحظة الحقيقة كلنا نخاف. مع نور الدين أمين من العراق، أنا شخصياً هالمرة كتير حابة أعرف شو كانت فكرة الناقد السينمائي لعمل الخير. بداية مع فايا. فيديو كله طاقة حلوة والأطفال كتير مهضومين، و بشكل عام حبيت الفيديو، بس يعني انت ما فهمت انت كناقد انه هلا تركت يعني تركت المجال للاطفال ينقدوا، بس ما هن اول مره بيحضروا فيه، فنحن شو انا ما عرفت هلا اذا بدي روح حضره لحدا او احضره. يارا، الاطفال اللي جابهم انقذوه بتصور بهذا الفيديو، لانه ما حكينا عن الفيلم، عن شو بيحكي الفيلم، بس فكره الاطفال عجبتني، يعني مهضومه هيك زادت شوي على الأضافة روح حلوة للفيديو. وائل، شو تقييمك للفيديو اللي شفته؟ تقييمي يمكن بتفق مع فايا ويارا. حلو انك انت تدخل الأطفال ويقولوا تقييمهم، بس في الآخر انت كناقد أو موفي لوفر كنت مستني تقييم على جنب كده، انت فاهم؟ ممكن هم ما حبوش حاجة، ما يعرفوش هم حبوا ايه، بس انا كرأيي انا شايف الفيلم ممتع للأطفال، بلا 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 وإلى آخره. طيب خلينا نشوف العلامات. لنور الدين عن فئة السينما 50. نتيجتي طلعت 50. صراحة أنا حالياً منطقة الخطر، يعني هم عجبهم وما عجبهم هيك بالنص كانوا. الرسالة اللي بالنهاية قالوا أنت ليش كتبت والله أجمل أعمال الخير، بس أنا برأيي أنه نشارك الأطفال السينما، الأطفال اللي من أقل حظاً خلينا نقول، اللي ما يقدرون يروحون للسينما، شوفتهم هاي التجربة وعيشتهم هاي التجربة، برأيي هذا من أحلى أنواع الخير. أنا حالياً علامتي 50 من 75، وبالمركز القبل الأخير.
أنا متوترة ودقات قلبي عم تعلى. هي أول مرة، يعني دائماً أنا بكون قبل ما أطلع على الستيج ما بصدق أنت أطلع، كلياتني طاقة وحيوية. المرة كتير خايفة، كتير الله يستر. ما بعرف شي. مع جنان وكيل من سوريا، يا ترى كيف بتكون الكلمات كمان من بوادر الخير؟ شو الجديد يلي قدمته جنان الليلة؟ الجديد اللي قدمته السوشيال اكسبيرينس، انك نزلتي الشارع مع الناس، وعاده الفئه بتاعتك في الحته دي صعبه شويه، بس عرفتي توظفيها صح في التحدي ده. واحلى حاجه فيك يا جنان حاجتين، الكادرات لا الكادرات بتاعتك وتصويرك وازاي ان احنا في الاول كنا بنقول لك مش لازم كل حاجه حرفيا، بقيتي تعملي حاجات ابستراكت كتير وده هايل. وتاني حاجه الوحيدة في التحدي ده لما نزلت الشارع خدت تفاصيل الناس وتعابيرهم وإيديهم. يارا أنا عدتك اليوم جنان؟ أكيد وتأثرت، وإذا بدنا نحكي عن الجماليات عم بيقول وائل في ألوان، في فرح، في أمل، يعني بتحسي الصورة فيها أمل وفرح وسعادة. حتى الرسالة اللي قالتها بالآخر كتير حلوة، حبيت كتير. وقديش يعني تحديداً بهذا المعيار بالجماليات والصورة، قديش أنت من أكتر الناس عن جد يلي تطوروا. خلينا نشوف العلامات جينات على 75. 66 جنان. أنا هلأ بالمركز الثاني، أخذت 66. قبل ما أطلع كنت كتير متوترة وعم أقول الله يستر ما أطلع الأخيرة، فهلأ طلعت الثانية قلبي عم يرجف من الفرحة. كتير مبسوطة من علامتي الحمد لله. أنا تالت واحد أطلع على المسرح، الحمد لله مش متوترة ومش خايف، لأن أنا جتتي نحست من كتر البرايمات اللي طلعناها قبل كده. انا راضي عن الفيديو بتاعي بشكل كبير، خاصه ان هو مش فيك، من الفيديوهات القليله اللي اتعمل فيها خير بجد، ما كنتش متفق مع الناس وانا بصور معاهم. هو سؤال بس يا محمود، هو انت في فئه الكوميدي صح؟ حاسس انه الفيديو ماشي، طب وبعدين فين فئه الكوميدي اللي انت جاي تمثلها؟ هي الفكره مش فاهمه، وبعدين الفكره كانت مقسومه اتنين بتوزع بلالين وفي نفس الوقت بتوزع اكياس على فرقتين في الشارع، فحسيت الكونتنت ضايع وما حسيتش في اي، ما مثلش الفئه بتاعته اذا انا غلطان ما اعرفش. انا صراحه كمان شوي تشتتت، يعني حسيت اي حدا كان قادر يعمل هذا الفيديو، بس الصوره والجماليات كانوا نعم. شكرا فايا. اقل من العاده عاده محمود، يعني لما قال وائل لما ننطر الفيديو اللي بيعمله نضحك، يعني انا وفايا بنضل على الفيديو، حتى في ابداع بطريقه طرحها يعني صحيح حتى. وهلا تما نظلمه كثير، مهضوم انه عم بيعطي الكادويات للناس ويفرحهم، بس شوي صار كان في ضياع بالفكره. يعني معدل العام اذا لك محمود عن فئه الكوميديا على 75 35. أقل درجة خدتها من ساعة ما جيت، بس الحمد لله. من بداية البرنامج كنت منتظر حاجة زي كده، لأن أنا دايماً الأفكار اللي بعملها حتى لو وصلت للجنة ما بتجيليش الدرجة اللي أنا منتظرها، أو حتى لو الفيديو عجب لجنة ما بتجيليش الدرجة اللي أنا منتظرها. فكنت متوقع إن هي عاجلاً أم آجلاً هيجي مرة فكرة من الأفكار ما توصلش بشكل كامل. هم كان لهم وجهة نظر مختلفة شوية، هم بيقولوا لي إحنا ما تحجناش، هو ده عمل خير، فأنا كان كل هدفي في الفيديو إن أنا أضحك الناس مش أضحك اللجنة. محمود أشرف كان كارثي، يعني كأنه مش فئة كوميدي، مسك الكاميرا ومشي. طب عم تعمل ايه؟ فلوجينج؟ لا مش فلوجينج، ما عرفش. خزلني إذا بدك، لأنه محمود، لأنه معودين عليه كوميك أكتر، بيضحك أكتر، بيشتغل على الفيديوز أكتر، هالمرة ما كان كتير منيح. مع زاهد فيلم بان من السعودية منشوف مساهمة الثقافة والعلوم برفع الحس الإنساني عند البشر وفعل الخير. الآن طالع على الستيج ومن التوتر بطني وجعتني، خايف جدا من الفيديو اللي عملته وماني مقتنع به، بالذات لأنه الفترة اللي اشتغلت فيها كانت جدا ضيقة. كويس إنه كثير مننا فيديوهاتهم سيئة.
بداية مع يارا، كانت واضحة فكرة زاهد العلمية بهالفيديو؟ حلوة حلوة الفكرة، إنه عم بيساعد يعني عم بيخلي الأطفال، هي معه حق، الأطفال بيحبوا هن يكتشفوا بحالهم وهن يخترعوا أشياء. ما بعرف يعني قديه هالفيديو حسيته أقل من العادة يمكن لزاهد، عادة بيقدم أشياء أحسن بكتير وأفضل، بس دايما أكيد في أشياء مفيدة بالفيديوز اللي بتعملها أنا بستفيد منها وغيري أكيد. وائل، الجماليات، المحتوى ما قربتش خالص ناحية التارجت بتاعك. فايا، وين لقيتي نقاط قوة بهالفيديو؟ ايوه انا بعطيكم الشيء الايجابي، تعال عندي هلا. حسيت نقطة القوة بال يعني الرسالة اللي انت قدمتها، انه حلو التجارب العلمية اكثر، يعني اكثر من النظري، يعني هو فيه شيء بس انه ما بعرف كيف انت صغت، ايه كيف صغت يعني انت قلت التعليم هو افضل عمل خير، يعني التعليم هو حق كل انسان، انه هو حق من حقوق الطفل انه يتعلم، اكثر من انه انت عم تعمل خير عم تقدم شيء. شكرا يا فهم، عرفت توجهي عشان انا يعني عطلت شويه في ال، ما بعرف حسيت فيه شيء بس كان ممكن يتنفذ، والصيغه تبع الكلام واضح انه ثلاثتكم متفقين يعني حول هالفيديو. خلينا نشوف علاماتك يا زاهد. على 75 مش انا 45 هكون الأخير، أنا هكون مع محمود يعني في الدينجر زون حتى الآن يعني، فأنا مبسوط صراحة دي النتيجة، حكنت متوقع هذه النتيجة يعني، لأنه خرجت عن أسلوبي جدا في الفيديو، ونظرا يعني لضيق الوقت في صناعة الفيديو، فبلا شك يعني كانت النتيجة هي إنه الفيديو ما كان كويس مرة. راضي عن العلامة أنا، وأعتقد إنها يعني عدل. المشتركين الاثنين يلي حصلوا على أقل معدل علامات بتحدي هالأسبوع هن زاهد ومحمود، والمشترك الرابح بنسبة التصويت الأعلى من الجمهور رح يربح فرصة تانية للاستمرار بالمنافسة، والتاني للأسف بغدرنا الليلة. في قلق يعني، راح اخيب ظن خطيبتي وراح ارجع البيت بدون ما احقق الهدف. والله ابدا، انا لو في امكانيه تصويت هصوت لزاهد والله انه يعني. لا بس عادي يعني، محمود صراحه يعني مستقبله كبير ولا يزال شاب ويستحق اكثر. انت عجزت نفسك بدري ليه كده يا ابني؟ شاب برضه. لا زاهد اللي هيقعد ان شاء الله. هلا اثنيناتهم اول مره بيكونوا بمنطقه الخطر، واثنيناتهم بيستاهلوا فرصه ثانيه يعني، بس للاسف خلص كل اسبوع بده يغادرنا حدا. زاهد نحن دائما بحاجه للإضافة اللي بيعمل، لأنه هو الوحيد بفئة هيك علمية يعني، ومحمود كمان يعني بيضلوا يضحكنا، فما بعرف اثنيناتهم بتمنى لهم التوفيق، وأكيد يعني مين ما ظهر برا البرنامج حيكمل بمجاله. تصويت توقف والنتائج صارت جاهزة. المشترك اللي أنقذوا تصويت الجمهور من منطقة الخطر هو محمود أشرف من مصر، مبروك. أما الخاسر فهو زاهد فيلم بان، تمنياتنا لك بالتوفيق. حاسس بأني خذلت خطيبتي، ما فزت بالمسابقة، ما حققت الهدف، بس في نفس الوقت سعيد عشان حرجع على السعودية والعادات القديمة والكمبيوتر المتواضع. من بعدك صرنا نعرف معلومات كثير مهمة يعني، من أول ما بلشنا نكتسب قصص. هذه التجربة يعني كانت صعبة جدا، بس راح استفيد منها يعني باقي حياتي. أنا مبسوط جدا في البرنامج، بس ما كنتش حابب أنزل مرحلة الخطر، لأني حاسس بالذنب إن أنا كنت جزء من سبب من مشان زاهد، وأنا ده ما كنتش حابب أبدا، أنا كنت أتمنى إن أنا أمشي ولا إني أكون سبب في إن حد يمشي، بس هو ده تصويت الجمهور. أنا مش عارف مرحلة الخطر هتديني باور إن أنا أعمل حاجة أفضل وأقنع اللجنة أو أقنع الجمهور بشكل أحسن، ولا هتهد الباور اللي عندي وتنزلني وتخليني أهدى كده ما بقاش عارف أعمل حاجة أو أحبط بشكل صيغة تانية، بس أنا إن شاء الله هحاول أخرج من الطاقة دي وأقدم حاجات أحسن. كل ما يتحسن يروح يدينا قلم على وشنا. ما هي دي الصدمه، ما هو المفاجات. لا انا مش برنامج الصدمه. هذه اول مره اشارك فيها ببرنامج تلفزيوني يعني، وتعلمت اني اخرج من منطقه الراحه تبعي بشكل كبير جدا. اكثر شيء راح اشتغله صراحه هو باقي المسابقين يعني، انا صراحه يعني مش مجرد متنافس، لا كمان صرت صديق واخ يعني، هذا الشيء اللي راح اشتغله جدا صراحه. زاهد احنا كسبنا، انا بالنسبه لي كسبت صداقته، و
احسن روم ميت بالعالم. يعني انا صراحه كنت اتمنى اذا اخسر الزاهد، فبالنسبه لي خساره كبيره اليوم انه طلع، بس شو اسوي، هي هاي لعبه واتمنى له الموفقيه والله.